في حديث سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين المتفق عليه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قال قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا قال فإن لم أفعل قال تعين صانعة أو تصنع لأخرك قلت فإن ضعفت عن ذلك قال فدع الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وفي حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصحابه اجمعين قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم: اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها، قال ثم اي؟ قال ثم البر الوالدين، قال ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. سؤال متكرر من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مره الإجابة كانت بتختلف عن غيرها من المرات فتعرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على وقتها ومرة تانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله ومرة تالتة يقول النبي الجهاد في سبيل الله ومحصل ما أجاب به علماء السير إلى الله عز وجل عن هذا الحديث وغيره إن الجواب اختلف باختلاف أحوال السائلين أو باختلاف الزمال ونزول التشريع ولما سئل ابن تيمية رحمه الله عن الأسباب اللي بيقوى بها إيمان العبد إلى أن يكمل فقيل هل يبدأ أو يبدأ بالزهد أو بالعلم أو بجمع الأمرين؟ فقال رحمه الله: إن الناس يتفاضلون بين هذا الباب أو في هذا الباب فمنهم اللي بيكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم اللي بيكون الزهد أيسر عليه من العلم، ومنهم اللي بيكون أو بتكون العبادة أيسر عليه من الاثنين، فالمشروع إن لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير. كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ولو ازدحمت الاعمال او شعب الايمان قدم ما كان ارضى لله وهو عليه اقدر. وروى الامام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد ان عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد كتب الى الامام مالك يحض على الانفراد والعمل. فكتب اليه الامام مالك رحمه الله وقال: ان الله قسم الاعمال كما قسم الارزاق. فرب رجل فتح له في الصلاه ولم يفتح له في الصوم واخر فتح له في الصدقه ولم يفتح له في الصوم واخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاه ونشر العلم وتعليمه من افضل الاعمال او من افضل اعمال البر وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك وما اظن ما انا فيه بدون ما انت فيه وارجو ان يكون كلانا على خير وبر ويجب على كل واحد منا ان يرضى بما قسم له والسلام الشاهد اللي عايزين نقوله النهارده في ان رحله السير الى الله عز وجل ليست قاصره على عمل دون عمل، ولكن الاصل في هذا العمل ايا كان هو ايه؟ تحري مقام الاخلاص لله تبارك وتعالى ومتابعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم اثناء ممارسه هذا العمل، وان العبد السائر الى الله عز وجل ينشغل بما فتحه الله تبارك وتعالى عليه من عمل كما قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ولا يلتفت او ينظر لما فتح الله عز وجل به على غيره ولكن ينشغل بما فتحه الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت.